فيلو ولا اي حاجه؟ لا فيلو ده شيء صعب جدا، عارفه ليه؟ لان ساعات بيبقى فيه مصايب كده واخده بالك، ولازم يبلغوني بيها. اهو بصي استني لحظه، ايوه خليك معايا اهو. شفتي في كارثه حصلت؟ انا لازم استاذن، انا اروح اغير هدومي. عشر دقايق بالظبط كنت هاجي لك، حاسكش بره. ليه بقى؟ يلا بصي يا بنت. طب وانا مالي انا؟ لا مش قادره، سامحني بقى يا رب. انت ليه مش بتشرب؟ تحب نكمل في حته تانية؟ لا لا ده انا بس دايخ شويه، ده انا حتى بفكر ان انا اروح. لا تروح فين؟ انا قلت لك انت النهارده بتاعي. هايدي انا حاسس ان احنا خلاص. هو ايه ده اللي خلص؟ يعني الحوارات اللي بيننا ما بقاش ليها اي لازمه. ايه ده يا زومي، انت سكرت ولا ايه؟ ايه اللي انت بتقوله؟ سلمى سلمى ارجوك اسمعيني. سلمى انت فاهمه غلط، انا بحبك انت على فكره. انا كنت جاي النهارده علشان اقفل حوارات قديمه، والله العظيم بحبك انت. ما تصدقيهوش، حازم اتجوز الجواز مصلحه عشان القرض اللي كان مقدم عليه بدران بيه في البنك عند باباك. ايه الهبل اللي انت بتقوليه ده؟ انت تخلصي خالص. مش هخلص. اوعي تفتكري انه بيحبك. عايزه تعرفي ليه؟ بصي لنفسك في المرايه وانت هتعرفي. طلقني. ايه دي اللي انت عامل عليها كل ده؟ اللي وصلت له سلمى ده للأسف الشديد أنا سبب أساسي فيه، بخوف الزائد عليها. وهي صغيرة كنت دايما أقول لها ما يصحش كده، ما ينفعش كده، الناس هتقول عليك إيه، أنت بنت، الكلام ده للولاد وبس. لغاية ما بدأت تلبس زي الولاد وتتصرف زيهم، لدرجة إن زمايلها في المدرسة كانوا يقولوا لها يا سالم. من حوالي سنتين اتخطبت لواحد بعد إلحاح كبير مني أنا وأمها، لكن هو ما استحملش تصرفاتها، سابها وراح يتجوز واحده صاحبتها. كانت ضربه قاضيه بالنسبه لسلمى. الدكاتره كلهم قالوا لي الحل الوحيد لسلمى انها تتجوز وتبقى ام، لغايه ما ظهرت انت في الصوره. وبعد اللي انت عملته رجعنا لاول سطر.
طب يا عمي انا عايز اقابلها، اتكلم معاها. يا سافرت الشاليه بتاعنا في شرم الشيخ، مش عايزه تشوف ولا تقابل حد. على فكره يا عمي انا مش جاي اصالح سلمى عشان خاطر القرض والكلام الفاضي ده، والله العظيم انا جاي عشان هو بس. قرض ايه يا ابني؟ ابوك فعلا كلمني على قرض وكان عايز يقدم، لكن هو ما قدمش من اساسه. ما قدمش؟ قبل فرحك باربع خمس ايام مشكله ارض الغردقه اتحلت وبعتها وما بقتش خلاص محتاج للقرض، ونبهت على رؤوف ما يبلغكش. رؤوف؟ اعمل ايه؟ الرئيس بتاعي ولازم اسمع كلامه. يعني ما كانش فيه قرض والمده دي كلها كنتوا بتستغلوني؟ اه بضرب بيه ده داعيه. ايه؟ يعني هو عايز مصلحتك. روح على مكتبك. انا ما انكرش ان في الاول كنت عاوزك تعرف على سلمى عشان ناخد القرض، لكن اكتشفت ان سلمى دي هي الوحيده اللي عرفت تشكرك. لما تحل بقى مشكله الفلوس والتسيبك تتربى يمكن تعرف ان الانسان مش بشكله انما الانسان اللي جواه. طب لما انت بعت الارض ومعاك فلوس ايه موضوع الخاتم؟ بصراحه كنت عاوز اتاكد انك بتحبها. انا فعلا اكتشفت ان انا بحبها، بس بعد ايه؟ الموضوع انتهى خلاص. لا 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 انتهى ده ايه، ما تقولش الكلام ده. خاتم يا حازم يلا روح لبسونا، بس المره دي بجد. حازم هو لسه في اعتراف كمان؟ خير. الخاتم ده ب50,000 بس. ممكن اعرف انت بتسمعي ايه؟ انت ايه اللي جابك؟ وعرفت ان انا هنا ازاي؟ على فكره سلمى الموقف اللي حصل ده كان غصب عني. ممكن تديني فرصه اشرح لك؟ على فكره البنت اللي انت كنت قاعد معاها دي سافله، بس انا سمعت بنصيحتها وبصيت في المرايه. سلمى سلمى من فضلك اديني فرصه. سلمى اسمعيني، انا معاكي اكتشفت حاجات اهم من الشكل والمنظر. بطل كدب بقى. انا مش هكذب عليكي، انا فعلا اتجوزتك عشان القرض، بس قلبت معايا بحب والله العظيم. اعمل ايه سلمى؟ انا حسيت معاكي حاجات عمري ما حسيتها قبل كده. سلمى سلمى على فكره انا مش بكذب عليكي، سلمى لو سمحت اسمعيني. سلمى اديني فرصه. مش قادره اصدقك، طلقني وده اخر كلام عندي. على فكره ابويا ما قدمش على القرض، انا جاي هنا علشانك. سلمى سلمى ارجوكي سلمى لو سمحتي. سلمى على فكره انا اللي كنت بقول لعم خلف ينام كاوتش العربيه، بس هو كان عبيط بينام فرتتين. ماشي انا ماسك نفسي.